الطاقة الحرارية الجوفية هي الطاقة المخزونة في الصخور الساخنة في باطن الأرض، وتوفر محطات الطاقة الحرارية الجوفية مصدر موثوق للكهرباء يتم الحصول عليه كالتالي: يضخ الماء خلال الصخور فيغلي ويخرج إلى السطح على شكل بخار ذو ضغط عال، ويستخدم هذا البخار لإدارة التوربينات وإنتاج الكهرباء. ويستخدم هذا النوع من الطاقة فقط في الدول التي يقع تحت سطح أرضها صخور ساخنة، والتي تكون فيها عادة براكين نشطة مثل إيسلندا التي تحتوي على العديد من محطات الطاقة الحرارية الجوفية. كما يوجد في سلطنة عمان مياه طبيعية مثل عين الكسوة الموجودة بولاية الرستاق، والتي تصل درجة حرارة المياه فيها 45 درجة سلزية وهي ثابتة في الصيف والشتاء، وتستخدم هذه المياه الساخنة لعلاج الروماتيزم وبعض الأمراض الجلدية نظرا لطبيعتها الكبريتية. تتمتع المخلوقات على سطح الأرض بحرارة الينابيع الطبيعية حيث يمكنهم الاسترخاء فيها، ولكن يمكن لهذه الحرارة أيضا أن تكون أحد مسببات الكوارث الطبيعية. فمن أين تأتي الأرض بهذه الحرارة؟ منذ ملايين السنين وحينما تكونت الأرض كانت عبارة عن كرة شديدة السخونة، وعلى الرغم من أن الحياة ازدهرت على كوكب الأرض بعد اعتدال درجة الحرارة، إلا أن باطن الأرض ما زال يولد تلك الحرارة، والتي تنتج من التحلل الإشعاعي للمعادن في باطن الأرض، والتي تصل إلى أكثر من 6000 درجة مئوية. فيمكن استغلال حرارة باطن الأرض بطرق عدة، إحداها الحفر إلى الأعماق الأكثر سخونة، فتندفع السوائل الجوفية ذات الحرارة الفائقة مشكلة ضغطا هائلا، فتصبح الغازات المحرك الأساسي للتوربين الذي يولد الطاقة. وأخيرا يتم إعادة حقن السائل المتبقي للمحافظة على المخزون الجوفي. إذا أمكننا إنتاج 300 ميجا واط من طاقة الحرارة الجوفية، يمكننا المحافظة على 4.5 مليون برميل من النفط لملء الوقود لمئة ألف سيارة، وتجنب ما يقارب 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.